أيها السادة المشاهدون مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. اليوم موضوعنا يتحدث عن المرأة، وبما أننا في شهر عيد المرأة اليوم نتحدث عن دور المرأة، لأن في بعض الناس المرأة ما مدينا قيمة، وخاصة في مجتمعنا الشاد المرأة دي شايفينها حاجة يعني ما عندها قيمة زيادة، لكن الكلام ده خطأ. الكلام ده خطأ، المرأة عندها قيمة ومكرمة سواء في الدين الإسلامي أو الديانات الأخرى أيضا، لأن في بعض الناس خلط بين كونه الرجال قوامون على النساء. صحيح الرجال قوامون على النساء، دي آية صريحة جدا والكل معترف بها، لكن رغم ذلك في الدين الإسلامي أيضا المرأة أداها قيمة، المرأة لها قيمة، وكما يقول المثل وراء كل عظيم امرأة، الكلام ده موجود ومعروف. لكن المرأة ما نجعلها كحاجة ما عندها قيمة وحاجة عملها الأساسي كربة بيت فقط، المرأة مكرمة، المرأة عندها قيمة. في مجتمعنا التشاد أيضا المرأة ليها دور كبير جدا، لو شفتوا حتى اليوم لو مرقتوا برا شفتوا الناس العايشين في الحلال، سواء الناس الماشين في الضعايم برا، تشوف المرأة كار بمنزلة كبيرة جدا. الرجل أحيانا بيسافر بقوت 5 سنة 6 سنة، المرأة بتكرب صلبها وبتكرب إيالها بجي بلقاها. المرأة ما حاجة ما عندها قيمة كما يظن البعض. في المدن اليوم المرأة لها قيمة، في أوروبا شوفوا أعظم دولة في أوروبا اليوم تقودها مرأة وهي ألمانيا، أنجلا ميركل مرأة تقود دولة كبرى جدا في أوروبا. المرأة اليوم بقت في أعلى المناصب في دول العالم. هنا في تشاد أيضا المرأة لعبت دور كبير جدا في الحروب الفاتت، أيضا المرأة نجدت دائما في الصفوف الأمامية مع الرجال. اليوم نحن في عيد المرأة نتحدث عن دور المرأة، نتحدث عن دور المرأة التشادية، فين دورها؟ نتحدث عن دور المرأة التشادية بالنسبة للتنمية، دور المرأة التشادية بالنسبة للتنمية، وذلك في نتحدث عن دورها في التجارة والاستثمار. هل المرأة التشادية حقيقة لعبت دور كبير في مجال التجارة والاستثمار ولا لا؟ نتحدث في مجال السياسة والإدارة، في مجال السياسة والإدارة أيضا نتحدث عن دور المرأة. هل في المجتمع التشادي حقيقة المجتمع أداها مكانتها والحكومة أدتها مكانتها في السياسة والإدارة، ولا يا أسا كل بشوفوها حاجة تافهة مثل الزمان؟ بس نتحدث عن دور المرأة في المجالات الاجتماعية، في المجالات الاجتماعية، في مجال الزراعة، في مجال تربية الأولاد، في تربية البهائم، في مجال مساندة الرجل في كل الأحوال. نشوف دور المرأة شنو، المرأة التشادية اليوم نتحدث عن دورها، نتحدث عن الصعوبات اللي بتواجه المرأة، شنو الصعوبات اللي بتواجه المرأة التشادية حقيقة، ونحن نتحدث بلغة عربية دارجية بسيطة عشان الكل يفهم، الكل يفهم دور المرأة التشادية شنو. ولذلك في البداية خلوني نرحب بضيفاتي في هذه الحلقة أو في هذا البرنامج، وهي السيدة البتول زكريا، كلكم تعرفونها البتول زكريا، وزيرة سابقة والآن هي الأمين العام لاتحاد النساء الإسلامي العالمي فرع تشاد. مدام نرحب بك في برنامج قضية للحوار. أهلا وسهلا. كما نرحب بالضيفة الثانية في برنامج قضية للحوار، وهي السيدة حاجة مريم داود رئيسة اتحاد النساء التاجرات التشاديات. مرحب بك في برنامج قضية للحوار. أهلا وسهلا. نعم، بدايه خلينا ان احنا انا دائما بنبدا باليمين اليوم، خلينا القاعده نخالف، فاليوم نبدا بك انت. بالنسبه لي عندكم اتحاد النساء التاجرات التشاديات، ده الناس بسمعوا به كثير جدا، واني احنا لاول مره نستضيفك في البرنامج ده، حدثينا عن الاتحاد ده واهدافه شنو. بسم الله الرحمن الرحيم. بدينا اول قبل الاعلانات بدينا بجروب ماء، بعدين جينا سنة 2000 سوينا الاتحاد عن النساء التاجرات. اتحاد النساء التاجرات فوق كل القبائل هنا تشات، فوق كل الطبقات الضعيفة، وقمنا ل نساء عدة المرة عشان في التجارة نعلموها المرة ونوصفوها. عندنا طبقات ضعيفة، ما كل الأوين بيساوقن سوا، يعني في أوين بيساوقن مختلف التجارة، أوين ضعاف، في أوين بيساوقن الكسار، أوين بيساوقن الفنقاس، أوين بيساوقن الهجر، كل
كله شاركناهم للنساء. وجينا سينا مؤسسة كلنا لمينا بجينا اتحاد النساء التجرد من كل قبائل هنتجد لمينا وجينا عملنا كيس صندوق. الصندوق ده من 10,000 لمية ألف. والصندوق ده عملناه عشان لمساعدة المرأة ولتطور التجارة. في الصندوق ده أين هذا الضعاف؟ ما كل أنينا سواء. على أين الضعاف ده يجوا نمطهم شغل يخدما يرجع لنا يومها لقد خلاص قمت بقى تيجي أدتيهت مش الدرب عليها نبيني الوين خبرة التجارة القروش بترجعها تاني نمطوها لمرأة آخر تاني. بقى ده بعد ده أنينا من خلاص وصفنا لقينا علاقات الناس برا داخل وكل الأوين هنريلار برا كل مشينا لهم كل الأوين وقيناهم في التجارة. التجارة التمطيق ده أمك بأبوك ما فمطيق عشان المرأة هي بس اليوم هي بس القائمة بشؤون البيت بقراية إيالها بأدب إيالها بتربية إيالها. عشان المرأة هي ما مرة بس المرأة قايمة بشيء كثير عشان في دا خلاص الوحدنا وليه الأوين نندمجوا نربطوا وكلنا نبقوا سوا. يعني لمينا ده كل من القبائل هنتشدى أن إحنا كل الأوين في التجارة ده لمينا. لكن ورا ده اندمجنا بقينا أخوات مثل أمنا واحدة وأبونا واحد لا نور لا سيت. في لب الجمعية دي مثل ما قلت القبيلة كما في ده ما في نسوي مثل شغل ايدك مثل عندنا شغل كي ولا مره واحد مثل عندنا محل هنا مود ولا شغل هنا قدر نساعده كل من كيسنا ده ده مرقونا امطوها ساكت. تمام بعدين نعم خلي قبل ما تكملي كلامك والاهداف بالنسبه للصندوق قلت عندكم صندوق سويتوه صندوق بيساعدوا بيا المراه الضعيفه يعني المراه الراس مالها ما كبير ولا عندها فكره كونه التاجر وراس مالها ما بامكنها كونه التاجر بتنطوها شغل عشان تنفي التاجر بعدين ترجعها الشيء اللي بتنطوها اللي بتنطوها بفائده بتقبلها ولا بتقبلها مثل شغلتها بس لا بدون فائده بدون فائده معنينا دايرين نفقوها دايرين نقدموها في التجاره ننطوها بدون فائده. تمام خلينا نرجع للاهداف الباقيه دي بعدين في 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 الحلقه. مدام البتول بالنسبه لاتحاد النساء التاجرات تكلمت كونه اهداف الاتحاد وبساعد النساء التاجرات، انت شايفه كيف التاجرات التشاديه شايفين هل صراحه في اي تشاديات بتاجر تجاره ممكن تنفع متمئن وتجاره او ذات بصوره كبيره كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا. انا اقول ان النساء اليوم قاعدات بخوضنا المعارك هنا التنمية ده النساء بس ما شاء الله يعني احنا من الحل بيجي في بلدنا من سيزا ديزنيف يعني اكثر النساء هنا بس بقى القياده حق الاسره ذاتها يعني في من الاسره شتتت والرجال ماتوا والابين زمان محبوسات كل هسه بتان مره محبوسه يوم ما في كل دخل في السوق يا تقول تدبر الاندها ذهب تودي في السوق تبيئه الاندها مواعينها نبي تقول تمرقه تبيئه عشان تلقى شغل تتاجر تاكل ايالها في وقت جيل في وقت واحد يمد ما هي ذاتها ما في الناس بخدمه كل ما عندهم كل جينا فوق شفنا من الوقت ده يعني النساء التشاديات ما قصرن في مجال التجاره ده قدر كربا بيا البلد وكربا ايالهم واسرهم حتى اليوم لغايه ما جينا في الديمقراطيه والحريه وما كما ذكرت الاخت حاجه مريم خلاص النساء لقوا فرصه عشان ينظمن والحمد لله ينظمن وقاعدين بيساعدن بعض البعض وان شيفوا يعني هسه يعني مجالهم ده كبير مره واحد مجالهم ده كبير تسال الاوين في السوق حسب مستواهم الاوين اللي بقدروا بيسافروا برا بيمشوا بيجيبوا بضاعه من برا في اللي بيشتروا مثلا المكيلات بيخزنوها ولا بيصدروها يعني هم عندهم انواع كثيره انت التجاره انت النساء ووحدات ممكن عندهم دكاكين فاكينه في السوق ولا عندهم ناس بيشتغلوا لهم في الالمنتاسيون يا يعني انه نوع كثير وكل تلقى الاوين يعني مرتبطات ونقول يعني اليوم ده كيف الحمد لله بالاستغلال والديمقراطيه اللي عندنا فيها دي يعني النساء قدرت تكون النفسين وقالت بتساعدن بعض البعض
تمام ده كلام ده كلام جميل جدا. حاج مريم بالنسبه لك انت هسه بتقولي من اهدافكم كونه تعليم المراه، من اهدافكم تعليم المراه، المراه بتعلموها كيف؟ بتعلموها من صندوقكم ده ولا سويتوا مؤسسه كده للاميه ولا بتعلموها كيف؟ اول سوينا التوعيه ده اول كل مره كنت تتعلم التجاره تتعلم القرايه تتعلم الكتابه بعد ده نعلموهم ده نسوي لهم فرماسيون. أني ناس سافرنا برا في الخارج اجتمعنا مع أخواتنا برا في الخارج مثلا في شرم الشيخ في مصر أيوة في الملمة هنت الفاملي دير جابوا لنا دعوة ومشينا في مصر لقينا أخواتنا المين بيني المين بيركينا فاسو المين سنتر أفريق المين نيويورك الأوين كل لمينا سوينا اجتماعات وبعدل سوينا سيمينير وبعدلنا الأوراق الكارت فيزيت بدلنا الافكار في ده كل ما وقت هم بينادونا بيجيبوا لنا ليتر دي انفيتاسيون في الليتر دي انفيتاسيون ده مشينا بكان كتير نيويورك مشينا بيني مشينا بركينا فاسو مشينا اي محل يعني خلاص اتطورنا في التجاره اني نبقى اصل جبال اوريك نمطهم شغل شيء ده بسيط بس يبدو بيه التجاره ده سليم اوين المكنه باءوا بيوت ده الصراص ممكن في الكداري كنا تمام الأين اليوم المكنا بيجن كونتينر بيجيبن كونتينرات كله بعد منا الأين بعد منا الأين اليوم المرنا في التجارة اليوم ما بيحتاجن كله كثير ونعلمه وندربه ونقول لهم التجارة التنطيق أمك بأبوك ما بنطيق وأنا أنكادرهم بس في أي وقت كن دي فرد بيجت كبيرة خلاص ليجت كان بتان نقوفه مع الطبقات التهت يعني اليوم الأين الحمد لله نشكر الله وفضل الأمن وفضل رئيس الجمهورية اليوم الأين نمشي دبي علي كيفنا نمشي سعودية علي كيفنا نمشي الشين علي كيفنا نجوب بضاعة من مختلف الديار ونجوبها والحمد لله اليوم ده الشغل اللي وجدنا من التجارة ده الحمد لله نحمد الله ونشكره. تمام مدام بالنسبه لدي المراه القاعده في المدينه بس المراه القاعده في الكداده، المراه القاعده في الخلاء، المراه القاعده في مكان التابع الضئيله في الضعاين ولا القاعده في الحلال من الجانب الاقتصادي دورها شنو؟ المراه الشاديه انت شايفه عندها دور في من الجانب الاقتصادي؟ نعم عندها دور عشان نحن دائما نحن قاعدين دائما في برا نشاهدوا الاخوات في الزراعه قاعدات في المواشي قاعدات في التجارة الصمغ كل قعدات في أي مكان تلقى الأبين هنا رابطة صمغهم بخدمة عشان شنو اليوم كي ما تلقى مرة بس تقول بيجيبوا لها ده ما في والأغلبية ممكن نقولوا الخدمة هنا الريف دي واليوم الأبين ذاتك نظم جروب ما كتير نظم جروب ما كتير هنا الزراعة هنا يصنعوا كيف اللبن ولا اللحم يعني كيف يخدموا في الجروبما المصر حاجات كثيره قاعدين جروبما دقاق ده الامين اليوم عندهم كثير في برا ذاته كلها والما قاعدين في جروبما ساكن كلها بيركوا دونجار ده بس ما عندها اي شيء تقدر كلها قاعده تشتغل عشان تقدر تربي اسرتها وتقدر تساعد في 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 امل بيتها يعني ما الامين برا ده يعني ما قاعد ساكت بخدمه مره وايد تمام ده التنميع تمام ده لان البرا اذا كان قلنا بخدمه في التنميه انه كل اكيد في بعض مستواهم ضعيف ومثلا حتى الماده اللي بتجري كلها بتكون ضعيفه، شنو اللي يمكن الناس اللي قاعدين في المدينه والجروبما وخاصه التجار الكبار اللي قاعدين في المدينه انت شايف شنو اللي يمكن يقدموا للاين البرا اللي قاعدات في 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 في, في الخلاء عشان يزيد تجارتهم، شنو اللي ممكن تقدم الحكومه الاين الضعيفات للشبكات الضعيفه دي عشان نقول المراه اللي قاعده برا كلها ما تنسوها اللي تركزوا في المراه اللي قاعده في المدينه بس. فلان يعني هسه في 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 من خلال الجروبما ممكن النساء يقدروا يلقوا الميكرو كريدي يساعدهم في الزراعه يساعدهم في كل الامل هم بيقوموا فوقها ونقول الاخوات حجة مريم بالخصوص في المنظمه حقتها يعني انا شايفه هي عندها مكاتب برا من نجمينا والمكاتب اللي برا منها جمعنا ده انا نطلبه شنو؟ من هنا قدام ده خليه يساعدوا من الكيس اللي هم ده. للاخوات اللي برا كلها خليهم عشان
يقوموا ما اللي يقفوا في الابدا في المدينه. يخلي الاخوات البرا كل يساعدوا من الكيس ده ويرجعوا لهم، وهم كل مثل ما هي قالت يدربوهم هم كل كيف يسووا كيس، كيف يسووا كيس عشان هم كلهم من المدينه الصغيره كان للفيلاج كلهم هم كلهم كمان يقدروا يساعدوا، عشان اليوم ده ما في نادم يمكن بس يكتف ايدينا يقط ويقول انا نلقى شيء، لا اللي بيشتغل تمام، والتضامن ده كمان كويس، والنادم اللي انت شيء واعي وعندك شيء ده للاخر اللي لسه ما وعدت تمده وتوعيه، عشان اليوم ده النساء اكثر من الرجال صحيح، واذا كان هنا النساء كرون الخدمه وخاصه التجاره دي، يعني التجاره دي هي يعني ده الباب الساهل مره واحد الا بدور تلقى امكانيات، بس العمل الاخر ده موجود ما قريت ما لقيت شهاده، ها ما عندك مستواي ما فلاني ما تركاني دائما بيدكوك، اما التجاره ده الدرب الوحيد كان عندك امكانيات بس تقدر تتاجر، يدوق لك مواصفات كده تقدر تتاجر. والحمد لله اليوم يعني في مركز سيني كبير الاتحاد عنده امكانيات، عنده كيس، انا نقول الكيس ده خليه اولا كيه يمد ايده للاخوات البرا ويدربهم هم كله كيف يكونوا لهم كيس في حسب مستويات. تمام كلام اللي قالته المينستر كلام مهم جدا بالنسبه لكم انتم، هسه ركزتوا الكلام الحجينا ده كله كاس حاليا مركزين في الداخل والناس اللي قاعدين في المدن، بس الاخواتنا اللي قاعدات برا والبتاجران والضعيفات والدائرات هن كلها يستثمروا عشان يقدروا على الاقل كي يلزموا لقمه ايشهم، الناس اللي بتسوي لهم شنو هسه حاليا واللي سويتوا لهم شنو؟ عندنا فكره مثل ده ومثل ما ذكرت قالت عندنا في المكاتب برا عندنا دوره هو ينو دي فام كومرسان دي اتحاد النساء التاجرات، ما واجب يجيب في جمينا يجيب برا من جمينا للأوين في القرى كله، يعني نمشي نوقوهم فكريا وماليا ومدوهم عشان هن كله يرفع يجو زي ما الحس اليوم الأوين في المندافات بعيد الحمد لله، وهن الأوين في القرى كم فين هن أوين التاجرات ده الناس ما يجهلهم، عشان هن المرأة التاجرة دي هي شايلة شغل كثير، بتقري عيالها بتخرج بتأدب كل شيء، يعني الأوين والرجال في وقت واحد يوم اللي بيقولوا الدين الوطني ده اشتروا دينوا الحكومة تجار التجار كله التجار كله يوم يقول لك الدين الوطني ده ما حكومة ذاتها دينوها في حالات هسه مثل الصعوبات الحسة بتواجه دي واجب الناس بيشاركوا في التنمية هنا في البلد. بس الحاجه اللي لفت النظري والحاجه اللي انا مستغرب، لا انت بتقولي الاتحاد من اسسوه طول شويه وهسه حاليا انت بتقولي عندنا فكره كون نساعد المرأة القاعده برا، يعني من زمان ده كله كيف فكره ما جات كده، هذا حتى بتفكروا بالسعد المرأة القاعده برا السبب شنو؟ لا بدينا برا كله ديميل سيت، ومن ديميل سيت جاي كله بدينا ما الناس ده ما كلك ما بنأمه، لكن البدينا اللي جو كله فيه البواصل ما أنا هاتفيا كسع أبنهم يتاجروا كله فيه، لكن الجولة يا ذهاب نبدوها زين الجولة ده الجولة ذهاب نبدوها عشان نفكر لأخواتنا أن إحنا كلنا أمين تاجيات ومنخدمه باسم تشات اتحاد النساء التاجرات في تشاد، تشاد مع ان جنرال كله تمام ولاخواتنا خاصه تمام للطبقات الضعيفه. كلام جميل. انينا سوينا الاتحاد كله ما شلينا ساعدوا اخواتنا الطبقات الضعيفه، هسه طول شيف هجر في الشارع، شيف حاجات كما بتنفع في الشارع فيه بدل اين الطيور وخلاص دخلنا التجاره الامه. تمام الاين اللي بيساعدوهن والاين اللي بنطنطوهن كريدي او الاين اللي بنطنطوهن دين عشان كونوا بعد رجعنا ده اين يعني لو يكون عندك صف تخين يتداخل لك معك واسطه ولا تدوها شنو الصفات او كمان شنو المعايير اللي بتنطوا بها الكريدي ولا اي واحد أو اي واحد ربطت فرديته جات دور ابنها ريال كل بتسلوا بتنطوها. الاين هن عندي صيغه كبيره حتى في البنوك. الاين هن عندهن اخي سليم وعندي صيغه كبيره والاين شيفهم اغلبيه الاين في البنوك عشان الصدق. أنا هنا أوين الحس أمامتهم لو مرة ضعيفة لو قادرة كله الأوين هنا بخرم من الإب والصادقات في نفسهم وبراهن بس هن صداقتهن دي بس راس مالها تم من الإب ما نفتش وراهن فيه في سرقة أساسي 100 مرة سرقت فيه مرة كيس سرقت فيه 100 فيه في الكلام هسه قاعد تسمع لا لا هالأوين ده هن بدبرا وبشيفا هن قاعدات لا حول ولا قوة لكن كل لقى شغل بدبرا بأيشن عيالهم بفكرا في جراد يعني بفكروا في تربية عيالهم يعني هنا ذاتها قاعدين نجوبوا معيشة
ووقت الدرب نبوء ما إيشي الشوال كان في السوق بأربع ألف للماء للأوين الضؤفة الفلب الإنيون نمطوهم ليا بألفين ريال الرس كان بألفين نمطوهم بألف يعني عندنا مساعدة مع بعضنا في الشيء حتى الكثير بيلقاها من خمسين ألف لهدي مئة ألف المرة حمدي المرة ما تدور مليارات عشان تسيدك وتسيدك وتسيدك المرة تدور تقري يا لبس وتربيهم وتاكل وتشرب ده بس هدف المرة تمام بالنسبة للمرأة صحيح الكلام الذكر فوق ده كله من ناحية التجارة ده ما عندها عيب لكن في ناس بيقولوا المرأة تعاني مشاكل في مجال التجارة خاصة في المجال الأمية في مجال الدراسة وتعليم المرأة بصفة خاصة وانت كنت وزيرة وكلفت بالمحوة الأمية تحدثينا في تجربتك الطويلة دي المرأة شايفها في كارثة حاليا من ناحية التعليم من ناحية التدريب ده هل أنطوا حقها مثل الولد؟ نعم نقول نعم من ناحية النظام نعم من ناحية النظام الإداري والسياسي تمام يعني المرأة البنية الصغيرة والمرأة الكبيرة تجري في المهو الأمية عندهم نفس الحق مع الراجل تمام وده بيخلي شنو بيخلي يعني السياسة ذاتها كده تقول التربية للجميع دي ما بتفصل من بين بيت ومن بين ولد كلهم والقانون ذاته الأساسي احنا بلدنا ذاته كده الدستور ذاته بيقول التعليم ده إجباري تمام إجباري ده مع كل الناس النساء والرجال والحكومة خطت السياسة خاصة كده لتعليم البنات ودي عشان شنو عشان تقول المرأة دي بس كده انت ربيتها وأدبتها وخطتها في مستوى الأديل تقدر كل شغل الجوارب كله يمتشيلهم كان هنا الزراعة كان هنا التجارة كان هنا الإدارة كل الحاجات دي بتقدر تشيلهم عشان هي بتفكر لكل طبقات المجتمع عشان ده من خاصة من النظام ده النظام ما قصر شيء يعني النظام الإداري والسياسي كله يعني خاتة في الأولويات المرأة ومها وأميها ممكن نقول إذا كان يعني في المجتمعاتنا يعني في صعوبة شوية الصعوبة شوية تجي من بعض الناس اللي بيسموهم الكونسيرفاتير بتحافظوا دائما يعني بيقولوا ها المرأة دي واجب خلاها انك تقعد في البيت عشان بعدين الأبوين اللي بيمشوا بقروا دول ده ايش ومني وإياهم كل ما بيربوه قليل وبنات ده بعدين بيقعدوا يعني ما بقوا بنات أوي شريفات بيقعدوا بيروقوا في الشارع خلي بناتنا من هسه كده يقربوهم نحطوهم في البيت عشان بعدين يقربوا بيوتهم قديل هذه العادات زي ديل ده هم الناس دول ده بس الشيء كي بيسووا صعوبة في التعليم هذا البنية صحيح ولا كان بيقولوا أننا إمكانياتنا شيء خلينا نجروا الولد البنية تقعد تخدم لنا في البيت ولا تمشي تسرح بالبقر ولا تجيب العلمي ولا تقرب الصغير في حاجات زي ده قاعدة وبتخلي دائما يعني الصعوبة تجي من الجانب ده ولكن الحكومة قاعدة تحاربة وكل الجمعيات المجتمع المدني وكل الناس يعني قاعدين بيفكروا وبيسووا توعيه كثيره عشان يخلوا الناس الحصه يا حصه كل قاعدين في الاعداد ده يمرقوا من الاعداد ده ويخلوا يعني المجتمع التشادي ده يعني ينهض والنهضه ما تكون الا بالمراه تمام يا جماعه الكلام اللي قالته المينستر الكلام اللي قالته الوزيره ده كلام صحيح ومشاهد اليوم في تشاد يعني في بعض الناس ما بخلوا البنات بيكملوا دراسهم لان بقول لك البنت المتعلمه والبنت المتفتحه والبنت دي بعدين ما بقدروا بضبطوها لان اذا بتكون متفتحه ومتعلمه وبالتالي بتعرف حقوقها وواجباتها والكلام ده خطا الخطا اليوم في عصرنا الموجود حالي ده البنت ما متعلمه هي البنت البعيده من المجتمع البنت المتعلمه هي البنت الداخل في المجتمع وكل شخص يبرغب في البنت المتعلمه واليوم في عصرنا اليوم الموجود ده بس بنتك قاعد بتجري احيانا مدام احيانا البنت بتوصل الى مرحله البكالوريا بيقولوا لا ما تخلوها تسيب بكالوريا لانك تسيب البكالوريا ده بتدخل الجامعه وبعدين بتكون متفتحه زياده وبعدين ما بتنضبط لهم والكلام ده يا جماعه خطا كبير جدا الكلام ده خطا كبير جدا البنت خلوها تجري خلوها تتعلم بنتك انجرد وتعلم بتمسك نفسها وبتمسك اولادها بعدين شوفوا كثير من البنات اليوم موظفات وعندهم عيال ورجالهم توفوا بوظيفتهم دي قدروا كربوا عيالهم اذا كانوا متعلمين بكربوهم كيف؟ كلام ده خطا كبير جدا ده بالنسبه لبنت المدينه لكن بنت الكداري دي ما هي المتضرره اكثر وانت شفناكو تعليم الريف ايضا مشيتوا كان عملتوا دورات في بنت الريف انت شايف البنت اللي قاعده في الريف دي ضررها ما متضرره اكثر من البنت اللي قاعده في المدينه دي نعم عشان الابهات وامهات في المدينه ده ما هم فهموا خلاص
فهموا التوعيه كل دخل لهم كثيره والوسائل الاعلام كلها يعني دائما بيشاهدوها كثير. في الضرر الكبير ده اكثر في البنات اللي في البرة. وممكن نقول خليها نحن بكتن نقوموا بتوعيه بجوله كبيره عشان نوعوا برا في الريف وبرا في الفرقان وفي في برا في الفرقان وفي الحلال نوصيهم نقول لهم يعني الاسر هسه ده ما في بيت تقعد في البيت. ما في بنيه تقعد في البيت، بنيه تقعد في المدرسه. تمام. وتقعد في المدرسه ده عشان هي بس بعدين المجتمع بينبني حولها. صحيح. ما واجب يعني الاب واجب يفكر في الشيء ده والام كل واجب تفكر في الشيء ده وهم خليهم يدقوا من اجل تعليم العيال عشان في مكان واحد ده تلقى في برا ده الايال بصفه عامه كان البنات يكونوا الاولاد شاهدنا حاجات وهذه دي يا ان القنمايا والبقره والوليد كله في مستوى كان العلم جاب شر وبشرب بسوء كان الاكل جاب اكل سوى خلاص يعني الولاد كمان مميز والبنيه ما مميزه بشيء اخر اكل وشراب بس تمام هذا عشان ما ممكن دائما نقف خلاص انت الاب والام تهتم بالاكل وبالشراب ما دام انت تضحي من الجانب تضحي من الجانب الاخر ولا خليه يتعلم صحيح صحيح الحاجه بالنسبه لكم انتم في مجال التجاره انت تكلمت كلام كويس جدا اي مشاكل كويس صوت لكم كيس او صندوق بتدعمه من الشرائح من النساء البدورا بتاجرا بالنسبه للاشياء اللي حققتوها في الصندوق ده في الصندوق ده كنت شايفه صندوق ده دعم طبقات اكيد كي استفادت منه حتى اللحظه دي نعم استفادت كثير كل الاوين استفادوا اليوم ده مركه ما بدروها ما كربت بيتها ما كربت شيئا ما و اليوم الاوين الحمد لله القرى الما قرى كله الإلم في الراس ما في الكراس يعني هم اليوم الحمد لله القريات ده يخليهم جانب بما نشكر المعلمين والمثقفين القروا الأولاد أول شيء اليوم الحمد لله الحالة تغيرت ما مثل الزمان الناس المتعلمين قروا الإيال الأدب أنا بنتي عمرها 12 سنة جد قالت لي أمي أفتح لنا خلوة في البيت تجري فجر في الخلوة وفجر تمشي في الكل كلام جميل نعمة كلام جميل ده كله اليوم الأدب ده هم وهناك بعد لبس التاني أنا لكم بوجو هني بلبسوا التاني الإباية بحجابها وبقروا ده كله اليوم الحمد لله بفضل المتعلمين المثقفين قروا الإيال الأدب نعم كنا الأدب ما قروا ده كله كمان وصل تمام أنا هنا في يا جماعة في مجال في مجال التجارة المرأة وفي مجال المرأة الأين المستثمرات في جاد يعني قابلنا بعض الأين المستثمرات في جاد تحدثوا في مجال تجارتهم وكيف دخلوا التجارة خلينا نتابع معكم الأين اللي قابلناهن ونرجع نتابع الحلقة يبقى معنا وأنا كمرضة يعني ما شاء الله عندي أمري واشتغلت كثير في التجارة جربها جات كثير بس كنت زمان للاسف في الانفورميل كنت في الانفورميل لكن من بين الان دخل في الفورميل شفت تطور حق التجاره الانفورميل بدك الايكونومي حق البلد وما بخليك تزيد وكل انت في الصعوبات ففتشنا واتالمنا لقينا الخبره ودخلنا في فورميل ده نكمل لك بالفورميل ده من بين الان بديت قلت نجرب سويت بارتناريا مع ناس الايرانيين اليوم الاول كبدوا ده خلاص نشيل منهم بضاعة مشيت منهم بلدهم ازموني وجيت وفكيت وخلاص يعني المكان ده الناس قابل فوري كتاجرة ونمشوا على دبي كلهم يجيبوا فرنسا كلهم يجيبوا امريكا كلهم يجيبوا بس عزاك رمز والحمد لله ماشيين مع التطور اي زول عنده يعني خبرة وقاري بقدر بفهم دور المرأة المرأة كربة بيت الإدكاسيون على تنتين الإيال ذاتها بدخل سهم في الدعم يعني شنو حتى كان تشتري قلم القلم اللي بيدواني أديل لو النار من التاجر اللي تشتري من الكاية بيسي بكفي تاكس حقا في الكوتيزاسيون في التريزور في الشروق ده بدخل سهم المرأة دورها شنو؟ دورها كتاجرة ولا ربة بيت؟
قبل كل شيء ربط به. في الإدوكاسيون هالإيالة تكفي مدارس إيالة لإيالة تعالجهم، في النيتريسيون، في كل شيء عند أولاد، لا عند في البيت بس عند فاني المرة تساهم بأي شكل كان. والسهم ده إني بالبيان دي كونسوماسيون اللي يتوليزي البيان دي كونسوماسيون ده بدخل في التنمية الإيكونوميك ده بدخل. إذا قبل حتى توا نجو في التجارة، في التجارة أنت كمثل أنتربريز حقنا مثل أنين السنعي معرفة سئين إس آ إر إل، أنا أمبلوي، أنا بدأت في زي ما قلت لك مع الإيرانيين ده مابل أمبلومون، ورا جبت الفيسيل، جبت الشيفون نجيبه من التيسوي بازان دول نجيبه من أوروبا، ونجيب خمامات أنا كمبيوتر دول وكي نجيبه من أمريكا، وده أنا عندي أمال، الأمال ده مسجلين في سي إم بي إس، السهم بمشي للبلد. اهلا وسهلا بكم مجددا. طبعا تابعتي المداخلات وسمعت كلام اللي كان حجتها الاستاذ نعيمه بتكلم، بتقول انتوا بتمشوا برا، بتمشوا دبي، بتمشوا فرنسا، بتمشوا بضاعه، انتوا كشاديات لما تمشوا الدول الاجنبيه وبتشيلوا بضاعه وبتمشوا احيانا وحيدكم، يعني انتوا ما شايفين كونه في صعوبات بالنسبه لكم انتوا في مجال التجاره وخاصه التجاره الخارجيه، ولا شايفينها كيف؟ نعم نمشو ده للخارج نجوبه كله من أي دولة مثل ما ذكرت الأخت، نجوبه بضاعة يعني برا في الخارج ما عندنا صعوبات، نجوبه بضاعتنا أخلوها لهم هناك يشحنوها يرفعوها يجيبوها لنا بثقة في أي دولة، مثلا شين، مثلا دبي، مثلا أمريكا، مثلا سعودية، بدينا كل عين المرة بالسعودية، صعوبات ما عندنا، لكن هني عندنا صعوبات. ايوه صعوبات في الجمارك، صعوبات في الجمارك، صعوبات في الجمارك، صعوبات في الامبو. عندنا الامين هسه تشوفهم بس سواء شركات من دمهم انا ذاتي سويت شركه، لكن الفتنت قاسي، الديوان قاسي، صعوبات هنا في ما نعرف برا ده نمشي نشتروا البضاعه دي منا اشتريناها خلينا ده هم يشنوها، هم يجيبوها بتليفون بواسطه هنا الانترنت، البضاعه وصلت كده وصلت كده وصلت دواله يشنوها يجيبوها. مين تدخل في الديوان في البارك هنا الديوان دي تودي الصعوبات دهني 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 كينج ده ما رسمك يا الناس اللي بياكلوا جاي جاي دوتي. شغل كثير شغل كثير كم ماركي أرينا وقت دطيرنا فوق كذا الجمارك دمرت الناس ونجو هني الكتيس فيسكال تجي تسيل أبيل دوفر تدور المارشي، المرة ذكية تلقى الأبيل دوفر، المرة تخاف مثل ما قلت لك تخط السير شيء مثلا نضرب لك مثلا تخط 700 مليون الرجل يخط 900 يخط 950 وهو يلقى يتي 6 700 ده كان جينا لسه هيدا مع الابيل دوفر شوف الريميس الشيع ما نلقوا شيء بعد ده اتيس فيسكال ده كن انت تلقى مرشي ما تلقى مرشي قصب انك تكفي كما قدر كفيت الكمبل فراسك دين وانت ما لاقي شيء وتكفي وتكفي مثل الاول بتم عند ريدكسيون كل نفس اللي قد ما لقي. خلينا نقبل الصعوبات كده بعد ما نقبل لسياده الوزير. سياده الوزير بالنسبه لي خلي دور المراه من الجواب الاسهل حدثنا فوق وتحدثتي في التعليم الله، لكن بالنسبه لدور الشاديه في السياسه والاداره، في ناس بنظر الى دور المراه الشاديه في السياسه والتجاره وخاصه في الاهد اللي احنا عايشين ده عندها مكانه كبيره، انت ايضا اشتغلتي منستر ووزيره، هسه شايف دورهم في السياسه، هل المراه جديره كونه تدير وزاره او اداره في جهد؟ نقول نعم، يعني النساء ما شاء الله لهم في الاداره في السياسه ما شاء الله قاعدين كثيرين، في كان تلقى المينستر هسه اليوم كل الحكومه الحاليه عندها منسترات في الاسامبلي ناسيونال عندنا ديبيكيات عندنا مره تسوق طياره كله عجيب وعندنا أمين بيجو جوفرنير بيجو بريفي عندنا أمين قريب ستة ولا سبعة في لا مير هسه في البنجمين داخل كده خمسة مير وبره في تشات كله نكون أربعة وخمسة كل مير يعني قريب عشرة كده كل النساء مير المير ده كله ما مستوى كبير صحيح والجوفرنير كل أمين كان بيجو جوفرنير هسه حاليا ما في لكن بيجو وبيجو بنستراد ما عنده أمان عدد
وبيقولوا شنو في الإدارة كل العامة مثل زي الأمين العام الوزارة ولا الأمارة بيجي الرئيس البنكي كله في تشاد. عجيب. ها؟ يعني في كل المجالات يعني المنمر وظفوها والمكان اللي وظفوها فوق ده قدرت يعني خدماتها كويس و المرأة كلها سيتوايان زي الرجل والسيتوايان ده يعني هو عنده واجب وعنده حق وهو كل المرأة كلها انا بشوفها يعني في حقها عشان ندوها مستوى كبير وواجبها واجب تقضيه زي السيتوايان الاخرين يعني ما يقول بعدين اذا كان هي ما خدمت كويس عشان بس هي مرأة بس تقول لا هي كلها القانون ده بيتجرى في المرأة وفي الرجل صحيح ماكي ولكن انا بقول الامين ما شاء الله قابل ابادرهم كويس وممكن في احد الديمقراطيه من جاتنا من 1990 الادت انا الامين في السياسه كثير والامين يعني مثل ما قالت الاخت مريم عنده موسيقى اذا كان هم يعني دخلوا في مثلا حزب سياسي هم عندهم موسيقى والزول المرشح بيزم حزبهم ده كان سواء مرأة او راجل هم يعني بيصوتوا لي من دون يعني خيانة ده في النساء معروف ده دورهن كلها الكبيرة اللي قاعد بيقابلنا في ناحية شنو السياسة يعني في الانتخابات هنا ما بيبخل دائما يعني بيصوتن بي 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 بثقة بثقة ما عندهم لولاب كده كده ده ما عندهم في الناس يعني أيين كده يصفقوا بعدين يمشي ما يصفقوا ليه ويمشي يرموا مكان آخر ده في الأوين ما في الأوين يعني كلامهم واحد والأوين اللي لقى مناصب كله ما شاء الله يعني كرمانهم كويس أنا بشوفه كده يعني كرمانهم كويس وأنتم في الإدارة كل الإدارة كل خدمة فوق كويس ممكن النسبة نقول لسه ضعيفة ولكن نقول شيئا فشيئا ممكن النسبة تزيد تمام ما في صعوبات بتواجه الأمين في بالنسبة في الإدارة مركز الأنطاء إدارة ده ما في صعوبات أحيانا بتواجهها مع الرجال بتواجهها كما في ده صحيح أنا ما قلت كنت وزيرة يعني أعرف الإدارة كيف الناس مشروع ده بفضل الشخص للشخص للشخص كان سواء الرجل كان سواء المرأة كلها يعني الإدارة دي تفضل أنت أول ما خطوك قدوك منصب ده واجب تعرف القوانين اللي بيمشي بها الإدارة اللي أنت جاي فيها دي إذا كان أنت ذاتك جاهل القوانين التكس الهوبس المنة أنت واجب تشتغل ده واجب أنت كيف تعرفه كم مرة وكان راجل كله أنت عرفت التكس عرفت أنت في بكارة ده حقك شنو في تهتك وهم حقهم فوق أنت شنو اللي بخدموا معك أنت إذا كان ده عرفت ده ما عندك مشكلة تشتغل كويس لكن كان انت ما تعرف ده ما الناس بيلقوا بعقلك يجيبوا لك كتكت وده ما دربه انت تقوم تم ده فوق بيجيب لك بلبله صحيح والما جه صحيح عشان ده واجب تستمر ايوه في الاداره ده التاكس البريجير بكان انت تخلي فوق ده تعرفه وهم علاقتك ما اتحد منك تعرفه وهم حقهم فوق انت شنو وانت حقك فوق هم شنو كان انت عرفت ده انت تتبع القوانين فوقهم وهم كله بيتبعوا القوانين فوق وتشتغلوا باحترام وما عندكم اي مشكله يعني المفهوم من كلامك كونه المراه اذا كان خطوها في البوست ده يجب البوست ده هيك تعرف رولها في البوست ده شنو نعم يوم خلاص انت كان نومك في البكان ده كان دايركتور هنا بنك كان مينستر كان سكرتير جنرال كان منصب اخر انت وقت تجيب في المنصب انت تفتش التكس تدرسه عشان تتمكن وخلاص كان شغل سويته كله ما بارق من القانون ده عندك حق صحيح لان في 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 ناس لصوص كده بيجيبوا لك احيانا اوراق تسينين فوق يرموك تمام الكلام موجود ومعروف عرفنا دور المراه من الجانب السياسي ومن الجانب الاداري بصفه عامه انت سالم بتقولي في زمن الاسه عايشين ده المراه لقت دورها كبير جدا في مجال السياسه تمام وفي مجال الاداره ايضا لقت دورها ما فيش مشكله لكن انت دور تقولي يعني ادي فيه بواجه المراه التشاديه بالنسبه في مجال السياسه هسه انت شايف شنو ادي فيه او شنو التحدي اللي ممكن يواجهها في المستقبل كمراه تشاديه وبتدور تدخل في الاداره او بتدور تدخل في السياسه نعم أنا هنا نسبة للبرنامج السياسي يعني ما ممكن نلبس الخلق الآخر ده تمام ها تمام ما فيش في البرنامج السياسي أنا رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو الانتخابه فوق في 2016 يعني في مكان المرأة قاعدة وهسه نحن يا مادة قاعدين في الاستعداد عشان الفروم صحيح وفي الفروم ده يعني مكان المرأة كله قاعد صحيح
دونك التحديات ديلا التحديات اللي هسه يعني مثل الاعداد والتقاليد كان جوتوا في الليست الالكترال ممكن المراه بخطوها ورا بعدين عشان ما تنحط دي كلها يعني قاعده بتندرس والمراه دي يعني عندها اسبوع كامل عندها يوم كامل هنا هسه باكر ويد مرضى قانونيا كده ما يوم اطلع يعني الأوين مش يدفلوا لكن الأمل قانونيا قاعد لكن أنا هنا ممكن نقول ما لو إيد مرضى ما يخلوا فيت تمام ما يبقى فيت كي خلاص يعني أعرفوا كي إيد مرة واحد كي ما لما التاني الناس يمشي بالتالي قبلوا يخطبوا كيف تسي دونك التحديات دل إذا كان إن النية أنت رئيس الجمهورية إدريس دي بتنوه النية أنت سيد البلد الأول دات تتابع خطوة بخطوة خطوة بخطوة يا إن نهضة بالنساء ده أنا نقول التحديات ده كلها بتجي تفوت وما خلاص ممكن نقول خلاص الرئيس أدانا مجال الست البلد أدانا مجال ست سيد البلد الأولى أدانا مجال خلاص أنا هنا نكتف في يدينا لا أنا هنا كل واجب نعمله عشان للتحديات ده نخلوها ومتان نكرر ورا نقبل ورا نقول يعني نكون ناس منظمين ناس نعرفوا القوانين ونكونوا يعني ناس دائما نجاهدوا من طريقة التعليم عشان بدأ نقدروا التحديات كلها إنك الشيء اللي بيجي هسه مثلا بقولوا خلاص أنا هنا ندوروا عدد كهنة أوين دي بيجي مثلا في الأسامري الجاية بقولوا لك الأوين اللي ندوروا شروهم دول ده يدوروا يبقى كي ده ما تحدي إذا لك شروط أيوة بقول لك حط لك شروط والشروط ده حسب القوانين اللي حسب أنها ماشيين فيها وحسب البرنامج الرئيس ده يعني أنا بقول ممكن أننا سعادة كي ممكن نقدروا نتجاوزها ان شاء الله ان شاء الله تمام حاجة مريم بالنسبه لنا احنا تابعنا طبعا معك قبل شويه كان مقطع شفتي بالنسبه لأين التاجرات لكن ايضا بيقولوا في عندهم صعوبات بتواجه المراه الشاديه البتاجر في الكلام ده ايضا نتابع المداخله في مره بتتكلم عن الصعوبات اللي بتواجه الاين نشوف الريبورتاج او نتابع المقابله معكم ونرجع نتابع الحلقه يبقى معنا في الدوام هنا في تشاد انت مره وهيك مشيتي ما عندك نظر يعني ما بنظر عليك كويس اذا لو انك رجل معك بقدر بسائك في الياتو تكلموا وتتفاوضوا وكل شيء لكن دوام ذاتك لنا انا هنا الامين ده بيجي لنا التقيل الشغل الرجال بقدروا ده اننا ما ندقوا في نفسنا صحيح امين اليوم مع الرجال صاروا كل في ماليا لكن في القوه احنا ندور نسأل كده شيء شوية كده في التطور ده عندنا نية نشتغله كان في البرويات ذاتها والله نوري أديل الكوربسيون بشتنانا مرة ما دخلت حاجة من تيك أورادك أديل ما يطلع كان قلت فلان يجيب لك مشاكل وده دمرانا ودمر الوطن الكوربسيون وده تورنما عن الدوان حتى تورنما شنو وشغل ده مركوب في الميركريال أديل معروف ولك انت بخط لك سمكي بخط لك سام بقول لك انت تكفيك وعندك اي شيء جمع نير بارتيزان ده ما بقى التعريف لك سلكتيف انا نعرفك هجيت نبص لي وداك لا خليه يخط لنا قديم مكتوب اي زول يجي يدفع حقه ويطلع البخدم ذاته برتاح وندور اجر من الله الانسكيورتي بيجي لنا مشكله الميديا انتم بتساعدونا ساموني تخطوا لنا حاجات في تلفزيونات ما بيساعدنا دينا الانين الادب اللي انتوا لاولادنا وفي المدارس بقروه والبجو في البيت بيشوفوا التلفزيونات معاكس الصخير بيشيل شنو شواء عندك راسه بيشيل الاجبه بدور بحاكي بكان الاخرين فيولونس بيري كتير افلانه من ما كويسه بيجيب للإيال بيدخل لهم حاجات في راسهم خصوصا للأولاد والبنات بقود الله طبعا سمع الصغير المر بكويس بيساعد وطنه وبط. لكن نربط سلوبنا صغير واحد بس كان نفع المؤمنين يعني ما خلاص في الله كله عندك أجر بلا السكيورتي بلا البيد الديفلوبمون فيه ما فيه نادم أقلع مديل صغيرة تعبان ولا مرضان ولا مش سوى شرب حاجات ما كويسة ولا مش عايز الجيران مش عايز الناس انت ام ولا ابو قلبك ترانكيل
وايد واحد ما بيسفك مره ورجل نلومه كلنا يا ده صخيره ده كان بيجي كبير شنو كله تورث هي وتكس. اهلا وسهلا بكم مجددا. طبعا حاجه مريم تابعتي دي كل ايضا من الناس اللي بيتاجروا وبيستثمروا خاصه في الخارج، بيقولوا مثل كلام انت قلت، بيقولوا في الديوان ده عندهم احيانا المراه بتواجهها صعوبات، يعني اللي تدخل شغل تحت لابد تدخل لها شغل تحت الطاوله تلقوا، وهي جتها ظاهر كونه في رشوه بنطوها تمرقوا. بتقول اذا كان الكلام ده مكتوب واضح ده معناه ندفع نفس المكتوب واضح، هل الكلام ده صحيح؟ انت بتواجهوا الكلام ده والكلام المكتوب في الورق شيكو الكلام اللي بتدفع شيك تاجر هو موتير الدولة. أنينا عارفين هدر من ندفق ضرائب، ما عارفين ندفق الضرائب في أي اتجاهات نطبق قوانين الحكومة. الضرائب دي كله أنينا من دخلها ده من عرفها بتمشي، يعني حتى سنت الموظفين بتتكفوا من مالنا أنينا التجار. والصعوبات في ده ما هو الناس بقدروا بيسووا الأهوار يسووا تخفيتات في الدوان. التاجر هو بس اللي بمولك، وكن هون قطع وقعد يلقى شنو. صحيح. صعوباتنا قودوا هوار يسووا مثل ما قالت الاخت ورقه، يعني شغل ده الكونتينر ده تمرق بيك، ده تمرق بيك شغل ده واضح. اليوم مثل ما قلت لك الدوان ثقيل. الكتيس بيسكال ثقيل، اليوم الحمل كله في راس التاجر. في السراي في الدراي. اليوم الحمد لله نشكر الله ونشكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أنت المرة حريته وأنت المرة مجالها. زمان المرة قاعدة آلة في البيت آلة في البيت تسوي أكل، لكن اليوم الرئيس أمطانا حريتنا ندافع له حريتنا وندافع له حقوقنا. الدوان ممكن نمشي نسوي معايا هوار شان درب مسدود لنا ما في. اليوم الحمد لله المرأة بقت وزيرة، المرأة بقت سفيرة، المرأة بقت في البرلمان، المرأة بقت في كل شيء، المرأة بقت مير، المرأة في أي الحقوق ده موجودة. الترام قرصان ده الرئيس أمطانا لا والمرأة اليوم الرئيس أمطاها الحقوق في أي مال. المير قالت نرسل، أول عندنا صعوبات في المير. المير قالت رسلت ناس برا في السودان يتدربوا عشان لي أزلي العين كما فتشنا ولا نلقوا. وقت الزمن الصعب يتدربوا عشان شنو؟ يتدربوا في الصعوبات من العين، يعني القمامه اللي بيبقى في العين في الاسواق من البوليس من الاسبال ده. المير قالت كل شيء ده يتخفى يبقى ما فيه، واسع كله خفى بيبقى ما فيه. تمام. انينا دورنا العين زودوم لنا في الادارات. الترام فرسان الله الرئيس انطانا لها كل اسع ما تامه، واسع كله من داوس في حقنا. العين هندي ولا شيء كله داوس في حقوق ووجد نهري. تمام. وانيحنا ذات كله اليوم المرأة بتكتب، الراجل بيكتب، المرأة كلها قرت، الراجل قرت، حتى المرأة مثل ما قلت لك الإلم في الرأس ما تقول رأس. تمام الكلام. نفتش هقوق. أنا السؤال اللي سألتك دي أظن السؤال ده كلام بيقول حوقتي فوقك وجيت من دور تقع إلى في النقطة كي ما هو قاعد يجيبوك النقطة ودور تعيب، بس يعني في ما في حاجة بلبدوها. الناس تشككوا في المطار تشككوا عندك البطنطو لهم 4000 5000 6000 الملف ما بخلوك تمشي إلا إذا كان دفع دول. إذا كان مشيت تدفع في الديوان، أنا عندي مثلا ناس الذهب عندي 5 كيلو، انت ظهر قول لهم ده وانا عندي 5 كيلو، شوفوا ال 5 كيلو ده رسميا كيف جمركوين كم؟ هل حقيقة بجمركوين ولا لا؟ ولا الناس اللي بودوا الذهب، ما خلينا نضرب بهم مثل بس، ولا الناس اللي بودوا الذهب عندها 10 تقول انا عندي 5 كيلو، الصعب الصعوبة فين؟ هل التاجر يبلبد ولا الناس اللي قاعدين في الديوان هم بلبدوا ما بقولوا الحقيقة؟ الذهب ده هسا بيدخل وبمرق، بدخل وبمرق ده بدخل بديوان حقيقي. تمام. بدخل وبمرق. تمام. الله ذات حرم الرشوة، كريبسيون الله ذات حرمها. وانت تهل الرشوة، ما دام النادم انا جيت ليه في الديوان، عرفت ضل حق الطريق المستقيم الناس اللي بمشي عليه، وجابوا خذ لي رشوة، مثل ما اقول لك الانسان تفتش حقوقك، ما بنقبل الرشوة. تمام انا ما بتقبل الرشوة. لكن انك حجينا الصحيح انا اديني كيكة وما بقبلها هذيك ما خلينك وقلنا حقيقي، لكن حقك كيف؟ حاليا حق الكلام اللي بتقول المرض حل حدك كيف ما دفع لي شكو شكو كما ما بمرق لك الكلام ده صحيح، وانت بتطلب من الحكومه الكلام ده يبقى ما فيه ولا ما فيه؟ نطلب بدل الحكومه. انا شفت في الديوان الكبير. أيوة. قبل اسبوعين انا مرق كونتينر تنين مشيت كلير للديوان. الديوان ده كم داول بريتل تل تل مثل ده. الناس في ناس قاعدين في البارير في مؤسسه انا النصراني كله قاعدين دي كلها بدفعوا لها الشغل الواضح المفتوح ده بس ده بنتو البقت انت ما مرك كان شغلك ثقيل
الكومبس كيل ما يبقى السجن فوقها. يمكن الدرجة اللي بخطوها دي شوية شوية هنت البلدية كله قاعدة الوتير كم مارجي الوتير ده ما هي شاهنة اللي بتركب في القطرة وكل شيء. الشغل كين شفنا فوق علينا ضرورة ضرورة. أنا أقول لك الدوام بس سير زايد سير هنا الدوام ده ما بقتي ما أنا السير الرسمي اللي وضعته الدولة ده ما بقتي ما أنا ما بقتي معاك لكن ده أنا إحنا ما بنتنازع فوق ده شغل وضعته الدولة. أنا من دور التكوتكو عندك اللي قاعدين دول هم الناس اللي بيشاهدوكي التكوتكو ده تقول لي في تكوتكو قاعدين من دور تسلوهم مني الكلمة الكلام الواضح عشان كيم في تشوكوتشوكو كله دي مع الدولة. الدولة دي تقدر تنزع أسا قدرة تجمد باريرات كتير وقفوهم. أول البارير كتير مين هنا لحد تمرق ده حتى قدرة الحكومة سوت علاقة مع الباريرات الأسا أوصت هناك في سيما كلها أنينا ما نناول من أي محل قاعدين نناول. خلاص الكلام المفهوم من كلامك كي الحمد لله الميمة الدوان جاء الدوان جاي وأنتوا بتكفوه بيقى لنا التقيل يخفت لنا. كلام جميل سيادة الوزيرة. بالنسبة للكلام الحجينا فوق ده كله كان دور نختم لأن الوقت خلاص قرب ينتهي. بالنسبة لكم المرأة الشادية الحكومة طلبت الحكومة كون ينطقكم في المئة أو ترانت بورسان بالنسبة لكم في الإدارات وفي جاي الناس بيقولوا المرأة الشادية القارية هي ذاتك يمكن حسبناها ترند في المية كي ما بتبقى من الرجل وانت بتطلبوا ترند في المية. انت شايفين المطالبة دي حقيقية ولا المطالبة دي زايدة من حقها وهل لقوته ولا لسه؟ أولا كده الترند فرصان ده أنا ما طالبنا الرئيس هو يا أدانا تمام قبل ما نطالبه كي قال الأوين أنتم ترند فرصان وما طبق خاصة في الإمبراطور المكتب السياسي 30 قاعد في المية وكان برا في الكونسير ريجونال كله قاعد تمام يعني فضل الا في الجوفرنمون والاخر ما طبقوا لما احنا ما طلبنا الرئيس يهدانا تمام تو فضل الطلب يطالبوا شنو؟ يطالبوا عشان يطبقوا كل الادارات يطبقنا الشيء اللي الرئيس ادانا ده ده واحد. الثاني شنو؟ انت الكلام الثاني قلت هل يعني الاوين ادتهم ده بيسوي 30% القاريات القاريات وأن يقولوا بيتم الجاريات ده ولا هو سنة واحدة ما سنوات الناس قروا ماكي لكن هو 30% اللي بيقولوا ده ولا بحسب الأمين كلهم القايرين ما قال ما قايرين حسب المناصب مثلا منستير واحد مثلا عنده 20 ديريكتور بل أقل كله 7-8 يكون من النساء ماكي 30% ده يعني معنى ما قالوا يعني شوفوا الأوين القايرين كم الأوين القايرين فوتوا 30% هو في واحد ما في شيء واحد ده مثل يعني بيمزقوا الأوين شوية كده لا ما مزقوه بس علينا كده دخلنا الكلاسات دخلنا كلاس كلاس أنا الإيكول كده دخلنا فوق ده هل البنات البقرة ما الولاد في الكلاس دول بلها بتران في المية ما هو أنا من سوء عملية استطلاع وعملية سونداش عشان نشوف ما المدارس ما كلها سواسك شلت من المدارس العربية الإسلامية تلقى عدد البنات أكثر تمام وده كله كده اللي بيقبلنا في الكلام الجبال قلناه الناس بحافظوا لا اداتهم لا تقاليدهم لا دينهم تمام ما كي وممكن كان وفي شيء اخر يعني كان ممكن شفت شلت المدارس الاعداديه والابتدائيه كل عدد البنات اكثر وكان جيت في الثانوي ومشيت في الجامعه عدد البنات بنقص ده كله حسب الاعداد الممكنه لسه معانا لكن حسب يقولوا يا إنا أن إحنا ما نلقوا 30% عشان نوظفوهم ده ده أنا بسميه بالفرق ويسمه يعني مثل الناس هم كده الرجال بيقولوا دائما أن الشيء ده هم بخلوا لنا نفسهم سينو بنلاقي يعني في تخصصات إذا كان إنا جا في مجال أنا تخصص وممكن النساء ما تخصصا فيها ده ما في حركة لكن إذا كان في فرصة مثلا حسب الفونسيون بيبليك الوظيفة فونسيون بيبليك فونسيون بيبليك عندنا مثلا 100 فرصة ال 100 ده يجوا مثلا انفيرمير فهمت كيف؟ وعندنا 50 رجال و50 اوين كلهم كي جابوا ملفاتهم شفت ازاي؟ وبعدين ده يشيلوا 90 ده رجال و80 بس يشيلوا اوين ده ما ظلم؟ لا في الحاله دي ممكن نقول ظلم ما في كان الشغل كما احنا ما لقي فوق تخصص في البقال ده تقول خلاص انا ده في التشكيل اما التخصص القاعد ده التخصص قاعد ده 30% ده انتم مثلا 70 يشيلوا رجال و30 يشيلوا اوين الكلام معاكم حلو لكن الزمن خلاص انتهى لكن على الاقل
قبل ما نرجع للكلمة الأخيرة لمدام البتول، كلمتك الأخيرة كرئيسة التاجرات التشاديات. نعم، كلمتي الأخيرة لأي التجار التشاديات وللأين الأخوات التشاديات بصفة عامة، خلينا نندمج نلحانن نلواصل نربط أسا واحدة ونقوف ورا وطننا. يعني كنا الاندماج ما في وطن، ما في اندماج، ما في تجارة، ما في تجارة، الإدارة كله ما في، وده كله ندوره بالآفي. خليه يقوم لأجل الآفي، لبا للآفي، بكان لبكان، الآفي ما عندها تمن. الآفي يا جماعة ما عندها تمن. من كلمة أخيرة، والله يجيب الأمن والاستقرار لبلدنا. تمام، نهنئ الأخوات بمناسبة الأسبوع الوطني للمرأة السنافيت واليوم الدولي للمرأة، وأولا هني سيدة البلاد الأولى بهذا الأسبوع بهذا اليوم العالمي. ونقول أن الواجب نتكاتف عشان نوصله للأهداف، والهدف الأساسي هو السلام بلد. تمام. الأمن والسلام زي ما بيجي الهزاتك بس الانوان حق الاسبوع. الامن والسلامه ده يعني بودينا للاستقلاليه، بودينا المره تقدر تتاجر على حريه، التماثل السياسه كنت تمارسها على حريه. ده عشان شنو؟ نقوله للاخوات خليه يسأل عن السلام. تمام، ده بس. السلام عليكم. يا جماعه بتطلب من الاخوات يسعوا الى السلام، وبدون سلام ما في استقرار، وبدون استقرار ما في تنميه. الكلام كان حلو معهم، لكن للاسف الزمن انتهى، وكلام ما يقول الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر ضيفتي في هذه الحلقه، هما السيد البتول زكريا وزيره سابقه والامين العام لاتحاد النساء الاسلامي العالمي فرع تشاد. شكرا سياده الوزيره. شكرا. تمام. كما نشكر الضيفة الثانية في هذه الحلقة، وهي حجة مريم داود رئيسة اتحاد النساء التاجرات التشاديات. شكرا حجة مريم. نشكرك كثير في الشيء اللي قدمت لنا، ونشكر الصحافة أجمعين بصفة عامة. وأشكركم أيها السادة المشاهدون على كرم المشاهدة، وسنلتقي بمشيئة الله في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، ودمتم في رعايته.